أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء، دائما أينما كنتم على قناتكم شروحات سترايت. في هذا الفيديو سنحاول التقاط قمر النايلسات بطريقة سهلة وبسيطة على طبق الزيتون نظرا لتوفره عند جميع الأصدقاء. وأنا الآن أمامي شاشة حاسوب موصولة بمستقبل رقمي من أجل رؤية الإشارة. وإذا أردت صنع ساتليت فايندر خاص بك صغير مثل الذي سيظهر هنا في الصورة، يمكنك صناعته من خلال الرابط الذي يوجد في صندوق الوصف. كيف ذلك؟ ابقوا معي بعد هذا الفاصل لنكمل الفيديو. ها قد عدت إليكم أصدقائي الأفاضل كما تشاهدون الآن. سوف نبدأ بأول خطوة وهي تركيب الدعامة. بطبيعة الحال تقوم بتركيبها باستعمال ميزان الماء لكي تكون بشكل أفقي. أما بالنسبة لي هنا في هذه الحالة لدي إناء بدعامة التحرك فقط للتصوير. أنت يجب أن تقوم بتثبيت الدعامة الخاصة بك بشكل جيد. بعد ذلك سوف تأخذ الطبق الخاص بك. سوف نستعمل طبق الستون، نقوم بتركيبه في الدعامة هكذا قد، ثم نقوم بشد البراغي التي تمسك في الدعامة فقط شيئا ما لكي يسهل علينا تدوير الصحن. كما تشاهدون الآن قمنا بوضع الصحن عشوائيا، لكن ماذا ستفعل؟ سوف تقوم بتوجيه الصحن الخاص بك في اتجاه الجنوب، يعني تكون منطقة رؤية الصحن في الجنوب، يعني الجنوب هو الآن أمامي عشوائيا. تقوم بذلك بالاستعانة بأطباق الجيران، أو يمكنك استعمال تطبيق البوصلة في البلاي ستور أو الأب ستور. كما تشاهدون يجب أن يكون ينظر عشوائيا في اتجاه الجنوب. الآن سنمر إلى الخطوة الموالية. الآن أصدقائي كما رأيتم قمنا بتركيب الصحن عشوائيا في اتجاه الجنوب. الآن الطبق ينظر في اتجاه الجنوب. ماذا ستفعل الآن؟ كما قلت لك سوف تترك هذه البراغي مسؤولة عن شد الطبق مع الدعامة مفتوحة شيئا ما ليسهل عليك تدوير الصحن. ويجب عليك أن تقوم بفتح أيضا هذه البراغي التي توجد في مدراج رفع وخفض الصحن ليسهل عليك رفعه. ماذا ستفعل الآن؟ أنا بالنسبة لي حاليا سوف أقوم بشد هذا البرغي فقط، لأن لدي يعني الدعامة تتحرك في إناء، لذلك سأقوم بشده لكي لا يحصل معنا مشكل. أما أنت يجب أن تقوم بترك هذه الحلقة مفتوحة شيئا ما ليسهل عليك تحريك الصحن يمينا وشمالا. أنا سوف أترك هذا مفتوح. ماذا ستفعل صديقي الفاضل؟ سوف نأتي إلى هذا الجزء. كما هو واضح لك هنا لدينا هذا المدراج فيه الدرجات هنا 30 50 70 كما تشاهد. ماذا ستفعل؟ الفيديو الآن أصوره من المغرب كما تشاهدون، يعني هذه درجات الصحن مع الدعامة. يعني الآن فإن الصحن فهو سوف نقوم بفتح هذا قليلا، وهذا لأشرح لكم بالتفاصيل لكي يفهم المبتدئ. كما تشاهدون الآن فهو في 30 درجة، يعني الطبق الآن فهو بزاوية 30 درجة مع الدعامة. يمكنك التحقق من ذلك باستعمال هذه الأداة التي تستعمل في الدراسة، نصف دائرة لقياس الدرجات. كما تشاهد سوف نضعها هنا أفقية يعني مع الدعامة كما تشاهد لكي نرى نسبة يعني درجة الصحن. سوف نضعها هكذا، يعذروني فأنا أصور بيد وأمسك باليد الأخرى. سوف أقوم بإدخالها هنا إن أرادت فقط لتشد معنا، المهم ما علينا. الآن يجب أن تقوم بوضع هذه بشكل أفقي مع الدعامة كما هو واضح لك هنا. سوف أقوم بتثبيت الكاميرا من الأفضل. كما تشاهد صديقي هنا هذه الأداة نصف دائرة نضعها بشكل أفقي مع هذا المدرج أو مع الدعامة على حسب رغبتك. أنا وضعتها هنا لكي تأتي بكل وضوح. كما تشاهد هنا 0 10 20 30، يعني 30 درجة. الآن في درجة 30 أي توافق هذه العلامة الموجودة هنا 30 درجة. ماذا سنفعل؟
سوف نضع الصحن في الأربعون، أي سوف تأتي بين الثلاثون والخمسون هنا، سوف تكون في هذا الجزء، سوف نضعه هنا في الأربعون. أنا أشرح لكم حتى بالنسبة للمبتدئ، سوف نضعه في الأربعون هكذا، ثم نقوم بالتثبيت بشكل خفيف نوعا ما لكي يسهل علينا فتحه مجددا كما شاهدتم أصدقائي هنا. يعني الآن قمنا بالتصعيد إلى حدود هنا كما تشاهدون. إذا قمنا بالقياس سوف نجد 40 درجة كما هو واضح لكم هنا كما تشاهدون هنا في هذا الجزء، يعني 40 هنا عندما كان وضع أصبعي تجد 40 درجة هنا. الآن الصحن بزاوية 40 درجة، هذه فقط للاستعانة وليفهم الأصدقاء المبتدئين في المجال. بعد ذلك سوف نبدأ في عملية تحريك الصحن، فابقوا معي. لكن أصدقائي الأفاضل قبل تدوير الصحن يجب الانتباه إلى وضعية اللاقط. بالنسبة لنا في المغرب فوضعية اللاقط وفي جميع الدول تتحدد بقمر الوسط، أي قمر الوسط هو القمر الذي يكون فيه اللاقط والدعامة والصحن في خط واحد كما تشاهدون الآن. حاليا لدينا في المغرب قمر الوسط في وسط المغرب تقريبا النيلسات، لذلك تجد النيلسات عندنا هنا في المغرب في نقطة الصفر، يعني هاته العلامة هنا الموجودة في اللاقط في نقطة الصفر مع حلقة اللاقط. بالنسبة لي في المدينة التي أسكن فيها أنا حاليا فقمر الوسط هو الأوتيلسات 5 درجات غرب، القريب من قمر النيلسات، بينه وبين النيلسات درجة فقط، لذلك يجب أن أقوم بوضع اللاقط هنا في نقطة الصفر. يمكنني أن ألتقط القمر مباشرة حتى وإن كان اللاقط في نقطة الصفر، ثم تدويره لزيادة الإشارة، لكن سوف نبدأ بالتفاصيل. كما قلت لكم في وسط المغرب تقريبا وسط المغرب تجد النيلسات، سوف نقوم بتدوير اللاقط فقط سنة بسيطة بما أن قمر الوسط هو الأوتيلسات في مكاني حاليا. وكما تشاهدون هنا فإن غطاء اللاقط تحرك من منتصف الحلقة هنا وهنا كما تشاهدون، يعني العلامة لا تقابل الصفر بهذه الطريقة التي تشاهدون أمامكم. الآن سوف نبدأ في تحريك الصحن، وقبل كل ذلك قم بإعداد جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قوي من أجل سهولة التقاط القمر. مثلا سوف نعتمد على تردد 12520 أفقي معدل الترميز 27500، هذا تردد على قمر النيلسات سوف نعتمد عليه من أجل التقاط القمر كما تشاهدون. الآن سوف نذهب لتحريك الصحن بعد إعداد جهاز الساتلايت. كما تتذكرون أصدقائي الآن نحن في طريقة تحريك الصحن وهي الخطوة الأخيرة لالتقاط الإشارة كما تشاهدون هنا جهاز قياس الإشارة. الصحن كما قلنا ثبتناه على درجة 40. ماذا سنبدأ؟ سوف نبدأ في تحريك الصحن يمينا ببطء، يمين الجنوب ويسار الجنوب. أنا أشرح بطريقة مبسطة لكي يفهم حتى الذي لم يسبق لهم أن قاموا بتركيب أي صحن، يمكنهم الاستعانة بهذه الطريقة. كما تشاهدون لم تأتي إشارة. ماذا سنفعل؟ سوف نقوم برفع الطبق سنة بسيطة، ثم نقوم بشد البرغي هكذا، ثم نذهب أيضا بالطبق الخاص بنا يمينا، ثم نعاود شمالا. كما تشاهدون لا توجد إشارة. ماذا سنفعل؟ سوف نعاود فتح البرغي فقط ببطء، ثم نقوم بالتصعيد سنة أخرى، ثم نشد البرغي. بعد ذلك نقوم بتدوير يمين الجنوب ويسار الجنوب ببطء حتى تأتي معك الإشارة.
ببطء صديقي الفاضل، هكذا هكذا حتى تحصل على إشارة. ما زلنا لم نحصل على إشارة، سوف نقوم بالتصعيد هكذا. الآن قمنا بالتصعيد، ثم نقوم بشد البواغي، نذهب يمينا وشمالا حتى نحصل على هاي الآن إشارة 82. سوف أتوقف هنا وسأريكم الإشارة. بعد الحصول على إشارة يكفي فقط، يعني ماذا ستفعل الآن بعد أن تحصل على إشارة؟ يجب أن تقوم بوضع أصبعك هنا في الطبق وسترى هل سترتفع الإشارة. الآن ارتفعت إلى 86، يعني يجب أن نقوم برفع الطبق قليلا، أو يمكنك الضغط عليه من الجانب حتى تحصل على إشارة. أنا الآن سوف أقوم بتقويتها كما تشاهدون، قمت بتدويره عندي الآن، وصلت الإشارة إلى 91. وبهذا تكون قد التقطت قمر النيسات حتى وإن لم يسبق لك ذلك كما تشاهد صديقي الفاضل. الآن سوف تأتي إلى هنا، سوف نأتي إلى هذا التردد الضعيف، نقوم بالخروج من هنا ثم نذهب إليه. القنوات للإشارة فهي تشتغل كما تشاهدون. سوف نأتي إلى هذا التردد، التردد هو 11512 عمودي. هذا التردد كما تشاهدون هنا 11512، هذا تردد ضعيف، يجب أن تقوم بالتقاطه أيضا إلى أعلى قيمة لكي تقوم بضبط القمر بالشكل الجيد. هذا للإشارة، تصل الإشارة فقط إلى حدود 64 على طبق 60 سنتيم، لكن على طبق المتر فالإشارة تصل إلى 90 على جميع الترددات في قمر النيسان. لذلك سوف نقوم بتقويتها هكذا، سوف نقوم بجعل الإشارة تصل إلى 64 كما شاهدتم هنا، يعني يجب أن نقوم برفع الصحن جيد. هي الآن 64، سنقوم بالشد هكذا كما تشاهدون، حصلنا على أقوى إشارة موجودة على قمر النيسات بكل سهولة صديقي الفاضل. هكذا تكون قد ضبط إشارة قمر النيسات. جميع الترددات سوف تجدها في صندوق الوصف، القنوات تشتغل. سوف نقوم بتوضيح الأمور كما تشاهدون، هذه القناة الأولى، القناة الثانية المغربية الرياضية، هذه قناة الناسيونال جيوغرافيك كما تشاهدون. جميع القنوات تشتغل بدون أي مشاكل. كان هذا فيديو اليوم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فور صدوره. تحياتي إليكم وإلى اللقاء.